على مود الطوبة بس ضرب الطوبة ايش سوى بينا؟ ضرب اخويا مسدس طلقة كاملة على مود بس طوبة. شو مسوي احنا؟ ايه طلع من هذا البيت؟ طلع من هذا البيت وصيح وعصبي ويغلط يغلط على عشيرتي يغلط على عرضهم غلط. صور صور ماكو اخي اخي الساعة 9:30 الحادث صار، قاعدين هو وصديقه بباب الحوش يلعبون طوبة صغيرة، طوبة عندهم صغيرة اشكال ما الطائرة خفيفة هم يلعبون فيها، ليش ما وقعت على الباب مالتهم؟ فطلعوا ابو البيت هذا وش الشكل ليش الشكل هم يسبوا يصيح ويعيط عليهم هذا بسجية وما تستحون وكلام بذيء حيل كلام بذيء، وراها ضرب ابني ضرب ابني راسه شال مسدس وسحب سحب اقسام وطلقه على راسه. زين ايش قد عمر الطفل؟ 14 سنه. شو الطالب من الحكومه؟ والله طالب الحق العدل، حقي هذا حقي حق الطفل اطالب به. اخي انت كنت حاضر وقت نعم الحادث؟ نعم 9:30 صار الحادث. هنا كانوا يلعبون طوبه جهال وضرب الطوبه على الباب مالتهم هذاك الباب البيت. ضربه ها جاء شال مسدس. قبل قام يتكاون وقام يغلط غلط مو حلو. قبل ضرب اخوي حمود هنا ضربه هاي الضربه يانا صورها شوف ضربه وقع شلته قبل التيت باخوي رحت وديته لحق ابويا قام يضرب طلقات فوق ابويا وضرب فوق على الشرطه هم قام يتجاوز. زين هو منتسب لو مدني؟ منتسب بالمحافظه وقالوا يداوم بالفوج الثالث حمايات شخصيات هم يداوم. الشرطه اللي متواجده هنا بالمنطقه ما جو ما جوي قالوا طوقوا المنطقه انطوني خبر انا شفت بالمستشفى طوقوا المنطقه ما ادري بعد ملتهي باخوي ما اعرف بعد عاد ما اعرف بعد. تعاونوا وياكم الشرطه؟ لا تعاونوا رحم الله واديهم ما قصروا والله رحم الله واديهم في مركز سومر ما قصروا. من الجهات المعنيه اخوي اريد اعدام انا اريد حق اخوي اريد اعدام اطلب. ايش قد عمر اخوك؟ 14 سنه.